اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 5 in unit 3 which is entitled ال common multiples for two numbers or more and the lowest common multiple. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد معتمد ان احنا نكون فهمنا درس المالتيبلز كويس وكمان نكون حافظين التيبلز كويس. طيب تعالوا نفتكر مع بعضينا يعني ايه كلمه مالتيبلز اوف 2. هنشوف المالتيبلز اوف 2 والمالتيبلز اوف 3. كلمه مالتيبلز يعني تكرارات، يعني ال 2 لما اجي اكررها تديني كام، لما ال 2 نكررها مره او نعمل لها مالتيبليكيشن باي 1 تايم مره واحده تديني كام، تديني 2. طيب ال 2 لما نكررها مرتين تديني كام، تديني 4. طب ال 2 لما نكررها 3 تايمز ثلاث مرات تديني كام، تديني 6. طب والزيرو، كل النمبرز لازم تبدا من الزيرو لان احنا قلنا في درس المالتيبلز ان الزيرو ده كومون مالتيبل لكل النمبرز. ليه؟ لاني بعتبر ان الزيرو عباره عن 0 تايمز 2. 0 تايمز يعني ولا مره، 0 تايمز 2 يعني ال 2 يعني مش هنكررها خالص، يبقى لازم تديني 0، ما عنديش اصلا 2. امال ايه التو ديت؟ التو ديت ده اول مالتيبل للتو او اول تكرار للنمبر 2. بيجي منين؟ 1 تايمز التو. 1 تايمز يعني مره واحده، 1 تايمز التو يعني التو كررناها مره واحده. طب الفور دي يعني ايه؟ يعني 2 تايمز التو، كررنا التو مرتين. طب السكس دي معناها ايه؟ السكس دي معناها 3 تايمز ال 2، يعني ال 2 كررناها 3 مرات. يبقى المالتيبلز ما هي الا تكرارات للنمبر ايه بتاعنا، باللغه العربيه بتتسمى مضاعفات، النمبر عمال يتضاعف ويتكرر. طيب نيجي نشوف المالتيبلز اوف 3، نفس الكلام، بتبدا بالزيرو. ليه؟ لان الزيرو عباره عن 0 تايمز النمبر. 0 تايمز اي نمبر يديني 0، يعني النمبر انا ما كررتوش اصلا، فلازم البداية بتاعتي تكون زيرو. طيب السري دي عبارة عن ايه؟ دي اول تكرار للسري. بيجي منين؟ من 1 تايمز السري، السري اتكررت مرة واحدة. طب السيكس ده المالتيبل اللي بعد كده للسري، بيجي منين؟ من 2 تايمز السري، يعني السري كررناها مرتين. طب التوالف بيجي منين؟ بيجي من 4 تايمز السري، يعني السري اتكررت اربع مرات. خلاص اتفقنا ان المالتيبلز هي التكرارات بتاعه النمبرز. الدرس بتاعنا النهارده هنيجي يدينا تو نمبرز ويقول لي هاتي الكومن مالتيبل، يعني في عندي مالتيبلز هنا وفي عندي مالتيبلز هنا، عايزين نشوف المشترك ما بين المالتيبلز بتاع ده والمالتيبلز بتاع ده. زي مين؟ زي النمبر 12، موجود هنا وموجود ايه وموجود هنا. تعالوا نبص على الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ find 4 common multiples of 2 and 3. نعمل ايه؟ الاول نكتب المالتيبلز اوف 2، ولازم طبعا ابدا بالزيرو. كل دول كده عباره عن تيبل 2 بس ايه؟ كاتبينه جنب بعض. طب وبعد كده المالتيبلز اوف ايه نكتبها؟ اوف 3، نكتبها تحتيها كده. ونعمل سيركل على النمبرز المشتركه. مين اللي هنا زي هنا؟ عند الزيرو، عند ال 6، عند ال 12، عند ال 18. كل دول مشتركين وبنسميهم كومون مالتيبلز. يبقى مين الفور كومون مالتيبلز ما بين التو والثري؟ الزيرو والسيكس والتوالف اند الايتين. وملحوظه مهمه جدا خدناها في درس المالتيبلز وبتجي لنا كتير في الاسئله، ان الزيرو كومون مالتيبل لاي مجموعه من النمبرز. لو جالي 10 نمبرز وقال لي عايز كومون مالتيبل ليهم، نقول له زيرو على طول. حاجه كمان ناخد بالنا منها، التو والثري مين اول كومون مالتيبل ليهم؟ اللي هو ال 6. ال 6 كومون مالتيبل ليهم. لما نيجي نبص على بقيه المالتيبلز هنلاقيهم ان هم تكرارات للنمبر 6. يعني دايما الكومون مالتيبلز لما احب اجيبها اجيب اول مالتيبل بس، وبعد كده اجيب المالتيبلز بتوعه هو. يعني اول مالتيبل عندي ايه؟ 6، اكرر بقى باي ايه؟ باي 6. لو كان اول مالتيبل عندي مثلا 8، اكرر باي 8 اجيب باقي الكومن مالتيبلز كلهم. وطبعا في الامثله ان شاء الله هنحل كتير وهنفهم الجزئيه دي اكتر. تعالوا نشوف يا اولاد يعني ايه اللوست كومن مالتيبل.
احنا من شوية عرفنا ان اي تو نمبرز في ما بينهم مالتيبلز مشتركة، هم كتير طبعا، ومش كتير وبس، ده عددهم لا نهائي، عددهم كبير جدا جدا، انت متعرفش تعده. طول ما انت ماشي هتلاقي مالتيبلز كتيرة مشتركة. الدرس بتاعنا النهاردة عايزين نختار اقل كومون مالتيبل او اللوست كومون مالتيبل، بس بخلاف الزيرو، لان احنا عارفين ان كده كده الزيرو ده اصلا كومون مالتيبل ما بين كل النمبرز وبعضها، هنسيبه ونشوف المالتيبل اللي بعده على طول. يبقى اللوست كومون مالتيبل of a set of number is the smallest number other than zero، ما بناخدش الزيرو، which is the multiple of each number of this set of a of number. اول حاجة بنعمل ايه؟ زي ما شفنا من شوية، باخد النمبر واكرره، اقعد اكرره، والنمبر التاني اكرره، واشوف المشترك، يعني ال 9 المالتيبلز بتاعتها ايه؟ اللي هي التبل بتاعها، ابدا من الزيرو، 9 18 27 27 اللي هي ايه؟ اللي هي 3 تايمز ال 9، يعني ال 9 اتكررت 3 مرات، 45 54 54 يعني ايه؟ يعني 6 تايمز ال 9، يعني كررنا ال 9 6 تايمز اند سو اون. وبعد كده ال 12 عمالين نكرر في ال 12 0 12 24، اكني بعمل سكيب كاونتنج باي 12، او اكني بقات 12 ما بين كل مالتيبل والتاني. لما نيجي نبص على الكومنز، الزيرو 36 72 اند سو اون. مين بقى ال LCM؟ مين هو اللوست كومن مالتيبل؟ اللوست كومن مالتيبل هيبقى ال 36. ليه؟ عشان ال 36 اقل واحد فيهم، وزي ما اتفقنا الزيرو ماليش دعوه بيه. ايه هي الطريقه الثانيه اللي ممكن نجيب بيها اللوست كومن مالتيبل او ال LCM؟ الطريقه الثانيه ان احنا نعمل عمليه فاكتورايزيشن للنمبر ونجيب كل البرايم فاكتورز بتوعه، وعشان نفتكر البرايم فاكتورز اللي هم مين؟ اللي هم ال2 وال3 وال5 وال7 وال11 وال13 اند سو اون. كنا قلنا ان ال2 ده الايفن نمبر الوحيد اللي موجود في كل البرايمز. طب ناخد اكزامبل كده، بيقول لي find the lowest common multiple لل 18 وال 27 وال 36. لو هنشتغل بالطريقة اللي فاتت كنا هناخد ال 18 ونعملها skip counting by ال 18 نقعد نكرر فيها، وناخد ال 27 ونقعد نكرر فيها، وناخد ال 36 ونقعد نكرر فيها، نزود 36 طول ما احنا ماشيين، ونشوف مين أول common فيهم مشترك. طيب لنفرض إن الموضوع طول ومش لاقيه، يعني ممكن ما نلاقيهوش، ممكن الموضوع يطول معانا. في طريقة تانية؟ في طريقة تانية. نعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، اخد ال 18 اعمل لها فاكتورايزيشن، واتدربنا عليها كتير في الليسون اللي فات، ودي ما ينفعش ابدا ما تعرفش تعملها، يعني ما تجيش تقول والله انا هشتغل بالطريقة التانية فمش هعمل الطريقة دي، لا ما ينفعش ابدا، لازم تعملها ولازم تتدرب عليها. لو انت قوي في المالتبليكيشن هتعرف تعمل ديفيجن كويس. يعني ال 18 عملنا فيها ايه؟ اولها ايفن، زي ما اتفقنا نعمل ديفايد 2 على طول، 18 divided 2 يديني 9، ال 9 not divisible by 2، يبقى نعمل divided 3، 9 divided 3 يديني 3، وبعد كده اخد ال 3 دي اعمل لها divided 3 يديني 1. كده انا خلصت مين؟ ال 18. يبقى ال 18 عباره عن ايه؟ 2 times 3 times 3. طب ال 27؟ 27 دي اود، مش هينفع تبقى divisible by 2. نخش على ال 3، موجوده في table 3، تديني كام؟ تديني 9. ونعمل ال 9 ديفيجن باي 3 يديني 3، ونعمل ال 3 ديفيجن باي 3 يديني 1. يبقى ال 27 مين هم البرايم فاكتورز بتوعها؟ 3 تايمز 3 تايمز 3، وال 36 كذلك. لما نيجي نبص بقى على الجزئيه دي يا اولاد، بصوا هنعمل ايه؟ احنا كنا في الهايست كومن فاكتور كنا بنعمل ايه؟ من كل الحاجات المشتركه ناخد واحد. يعني انا عندي هنا ده وده وده، ال 3 عندي كومن هنا وهنا وهنا، ناخد منها واحدة. طب والكومنز دول كمان، ال 3 عندي هنا وهنا وهنا، ناخد منها ايه؟ ناخد منها واحدة بس. كده احنا جبنا ال HCF، يعني ال HCF هنا كده ايكوال كام؟ ايكوال 9، وده كان الدرس اللي فات. الباقي كنا بنعمل فيه ايه؟ كنا بنسيبه تماما ملناش دعوة بيه. لكن واحنا بنجيب ال LCM بنعمل ايه؟ كل حاجة لوحدها ننزلها. يعني عندي 3 دي لوحدها تنزل، ال 2 دي لوحدها تنزل،
ال2 دي في منها كومون كام واحده، في منها كومون هنا اهي، ما ناخدش ما ننزلش الاثنين، انزل منها واحده بس. تمام، هقولها تاني. اول حاجه بنعملها ناخد الكومونز الكبيره، يعني ال3 دي كومون هنا وهنا وهنا، ناخد منها واحده بس، وال3 دي كومون هنا وهنا وهنا، ناخد منها واحده بس. اجي ابص على ال2 فوق، ابص على هنا في 2 هنا مفيش، طب في 2 هنا اه في واحده اهي، خلاص ناخدها مع اختها دي وناخد منها واحده بس. مين اللي يبقى عندي؟ الاقي ان ال3 دي ملهاش اخت هنا وهنا تنزل، ال2 دي ملهاش اخت هنا وهنا تنزل. خلاص، وهنتدرب كتير قوي ان شاء الله في الاكسرسايزز ازاي نعمل الطريقه دي. نعمل بقى ليهم كلهم تايم، هيطلعوا 100 اند ايه اند 8. يبقى ال 100 اند 8 هو اللوست كومن مالتيبل. يعني لو كنا عملنا زي الطريقه اللي فاتت كده، جبنا ال 18 وعملنا لها ريبيتيشن وتكرارات، وال 27 وقعدنا نكرر فيها ونسكيب كاونتنج باي 27، وخدنا ال 36 وقعدنا نعمل سكيب كاونتنج باي 36، هنلاقي اول كومن مالتيبل عندي ظهر هو ال 108. يلا نشوف اكزامبل 4. بيقول لي فايند ال اتش سي اف وال ال سي ام اوف ذا تو نمبرز 10 اند 15، then find their product and compare it with the product of the two numbers. يعني هنجيب البرودكت ال HCF وال LCM ونقارنه بال two numbers دول. نعمل ايه اول حاجة؟ نعمل factorization لل 10. 10 divided 2 يديني 5، divided 5 يديني 1. يبقى ال 10 عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 times 2 او العكس، او 2 times 5. مش لازم احطهم تحت بعضيهم، انا ممكن اختارهم بعد كده. ال 15 divided 3 يديني 5، divided 5 يديني 1. يبقى انا كمان اقدر اقول ان ال 15 عباره عن 5 تايمز ال 3. يلا نجيب ال highest common factor. كنا بنعمل ايه؟ بناخد المشترك، مين المشترك؟ ال 5 هنا وهنا، خدنا منها واحده بس خلاص، ودول ماليش دعوه بيهم. يبقى ال highest common factor is 5. طيب وانا بجيب ال LCM بعمل ايه؟ الاثنين اللي زي بعض ناخد منهم واحده. طب والباقي اعمل فيه ايه؟ انزله. ال2 دي ملهاش اخت تحت تنزل، وال3 دي ملهاش اخت فوق تنزل برضه. ونعمل ايه للبرايم فاكتورز دول؟ نعمل لهم مالتيبليكيشن. يديني كام؟ يديني 30، لان 5 تايمز 2 يديني 10، 10 تايمز 3 ايكوال 30. واحنا جبنا ال اتش سي اف وجبنا ال ال سي ام. هو طالب مني طلب، بيقول لي عايز البرودكت، فايند زير برودكت. برودكت يعني اعمل لهم هما الاثنين مالتيبليكيشن. يبقى هقول 5 تايمز ال 30، 5 تايمز ال 30 يديني 150. طب ناخد بالنا ان ال 10 تايمز 15 يديني 150. يبقى اي 2 نمبرز عندي، نلاحظ حاجه مهمه قوي، ان ال اتش سي اف تايمز ال ال سي ام هو بيطلع بالظبط قد النمبر ده تايمز النمبر ده. يبقى ال اتش سي اف تايمز ال ال سي ام بيكوال ذا برودكت اوف ذا تو نمبرز. ودي الملحوظه المهمه جدا اللي عندنا في الليسون، اللي ممكن تجينا في الكومبليت واللي تشوز، ان البرودكت اوف اني تو نمبرز ايكوالز ذا برودكت اوف زير هايست كومون فاكتور اند لوست كومون مالتيبل. يلا مع بعضينا نحل الاكسرسايزز اللي على الليسون، وده يعتبر اهم جزئيه في الدرس اللي هو حل الاكسرسايزز. هنا بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. عشان يجيب ال سي ام ما بين ال 12 وال 18، جبنا المالتيبلز بتاعت ال 12، جبنا المالتيبلز بتاعت ال 18، شفنا الكومن مالتيبلز واخترنا اقل واحد اللي هو هيبقى الليست كومن مالتيبل. يلا مع بعضينا كده نشتغل. بيقول لي هنا to find the lowest common multiple of 6 and 9، عايزين نجيب ال common multiple ال 6 وال 9. اول حاجه بنجيب ال multiples of 6، تبدا بايه؟ تبدا بال 0 وبعد كده ال 6 وبعد كده ال 12 وبعد كده ال 18. تيبل 6 ها اللي بعد ال 18، 4 تايمز ال 6 24، 5 تايمز ال 6 30، 6 تايمز ال 6 36، 7 تايمز ال 6 42، وبعد كده 8 times 6 48، 9 times 6 54،
وبعدين 60. اوكي يلا ال 9 تبدأ بالزيرو، وبعد كده ال 9 وبعد كده ال 18 وبعد كده 27 وبعد ال 27 36. 5 times in 9 45. 6 times in 9 54. 7 times in 9 63. وبعد كده 72 81 90. مين المالتيبلز المشتركه؟ الزيرو، ال 18، 36، 54 and so on. بعد كده بيقول لي الكومون مالتيبلز ال 6 وال 9 other than 0. يعني نكتب المالتيبلز الكومون من غير الزيرو. يبقى انا عندي هنا ال 18 then 36 then 54 and so on. طيب مين بقى فيهم الليست؟ مين اقل واحد عندي؟ اللوست عندي في المجموعه دي كام؟ يبقى ال 18 على طول. يلا اللي بعديها. المالتيبلز لل 3 وال 6 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 and 30. لما يكون النمبر الصغيرة نكتب ايه؟ 10 مالتيبلز بس. هنا ال 6 عندي 0 6 12 18 24 وعندي 30 36 42 48 54 and 60. مين الكومنز اللي عندي؟ عندي هنا الزيرو، عندي ال 6، عندي ال 12، عندي ال 18، عندي ال 24، عندي ال 30. زي ما احنا شايفين كل المالتيبلز بتاعت ال 6 هتطلع مالتيبلز لل 3. طيب عايزين نكتب المالتيبلز من غير الزيرو، يبقى انا عندي ال 6 وال 12 18 24 30 and so on. طيب مين هنا بقى اللوست؟ اقل واحد فيهم مين؟ اللي هو ال 6. يبقى ال LCM ما بين ال 3 وال 6 is ايه؟ is 6. يبقى هنتفق مع بعضينا لو عندي two numbers واحد divisible by الثاني يبقى على طول اللوست كومن مالتيبل الكبير. يعني انا عندي هنا ال 6 divisible by 3 يبقى على طول تقول لي اللوست كومن مالتيبل ال 6. هنا ال 7 وال 14، ال 14 divisible by ال 7 يبقى على طول اللوست كومن مالتيبل از 14. هنشوفها دلوقتي. يلا المالتيبلز اوف 7 0 7 14 21 28 بعد كده عندي 35 42 49 and so on. طب ال 14 تبدا بالزيرو وبعد كده ال 14 وبعد كده ال 28 وبعد كده ال 42 وبعد كده ال 56 and ايه and so on. مين هم الكومونز؟ الزيرو وال 14 28 ال 42 وعندي هنا هنزود ال 56 هنلاقيها ايه ظهرت معايا هنا. نكتب المالتيبلز من غير الزيرو يبقى 14 28 42 and so on. وزي ما انتم شايفين اقل مالتيبل عندي اللي هو ايه ال 14. يبقى لو عندي تو نمبرز الكبير ديفيزبل باي الصغير يبقى ال ال سي ام ما بينهم على طول بيبقى الكبير. نيجي نشوف هنا عايزين اللوست كومن مالتيبل لل 6 وال 10 وال 15. نعمل ايه اول حاجه؟ بالطريقه بتاعتنا بتاعت التكرارات نجيب المالتيبلز اوف 6 نبداها بايه؟ بالزيرو. عندي 0 6 12 18 24 30 36 42 48 عندي 54 then 60. طبعا اللي حافظ التيبل هيلاقي الدنيا معاه ماشيه حلوه قوي، الدنيا سهله وجميله. طب يعني ايه 42؟ ان هي مالتيبلز اوف 6 قلناها في درس المالتيبلز، يعني 7 تايمز ال 6، يعني ال 6 متكرره 7 تايمز. طب المالتيبلز اوف 10 سهل قوي، 0 10 20 30 40 50 60
70 80 90 then 100 يلا المالتيبلز اوف 15 0 15 30 الشاطر يقول لي بنزود ازاي لما نيجي نزود 15 اول حاجه ازود 10 وبعد كده 5 يعني ال 30 لما ازود عليها 10 تبقى 40 ونحط عليها ال 5 المتبقيه تبقى 45 لما اجي ازودها تاني بقى ما ازودش ال 10 ازود ال 5 الاول وبعد كده ال 10 45 نحط عليها 5 تبقى 50 ونزود ال 10 تبقى ايه تبقى 60 نزود على ال 60 10 تبقى 70 ونحط ال 5 تبقى 75 ونمشي 5 و 10 يبقى 75 بلس 5 تبقى 80 بلس 5 تبقى 90 105 120 يلا نبص على الكومنز عندي الزيرو عندي ال 30 عندي ال 60 نلاحظ حاجه جميله قوي نلاحظ ان الكومون مالتيبلز ماشيه عباره عن مالتيبلز لل 30 يعني اكني بجيب ال 30 وبكررها ودي الحاجه الجميله في درس الايه المالتيبلز ان الكومون مالتيبلز لما بتيجي تجيبها لاي تو نمبرز بتلاقيها مالتيبل نمبر عمال يتكرر يعني هنا الكومون مالتيبلز دي كلها اكنها مالتيبل لل 30 اكننا ممكن نقول ان المالتيبلز بتاعت ال 30 هي الكومون مالتيبلز لل 6 وال 10 وال 15 طب يلا نكتبهم من غير ما نكتب الزيرو بقول لي اكتبهم لي من غير الزيرو يبقى نبدا بمين بال 30 then 60 and so on لان هم كتير مين بقى عندي الليست مين اللوست اللي موجود هنا اللوست عندي is 30 يلا نشوف الجزء اللي بعد كده وده يهمني قوي اللي هو ازاي نطلع اللوست كومون مالتيبل عن طريق الفاكتورايزيشن احنا بنعمل ايه في طريقه الفاكتورايزيشن النمبر ده بنفكه للبرايم فاكتورز بتوعه تو اتس برايم فاكتورز النمبر بفكه للبرايم فاكتورز بتوعه طب نفتكر مين هم البرايم فاكتورز اللي احنا درسناهم في ليسون 3 في اليونت دي اللي هم ال2 وال3 وال5 وال7 11 13 اند سو اون نعمل ايه اول حاجه نعمل كده ونعمل كده ناخد يلا ال15 ال15 في تيبل 2 لا مش في تيبل 2 اولها مش ايفن يبقى مش هنعمل ديفيجن باي 2 طب في تيبل 3 في تيبل 3 يبقى اعمل 15 ديفايدد 3 يديني كام يديني 5 اول ما يطلع لي برايم اعمل ديفايد اتسلف زين يديني 1 يبقى انا عندي ال15 عباره عن ايه عباره عن 3 تايمز ال5 طب يلا ال18 دي اولها ايفن يعني في تيبل 2 ديفيزبل باي 2 يديني 9 وال9 ديفايدد 3 يديني 3 وال3 ديفايدد 3 تديني كام تديني 1 يبقى ال18 عباره عن ايه مين البرايم فاكتورز بتوعها ال2 وال3 وال3 يعني ال18 تيجي منين نعمل لدول تايمز نعمل 2 تايمز 3 تايمز ايه 3 نيجي نشوف بقى هنا ازاي هنجيب اللوست كومون مالتيبل من كل اتنين زي بعض ناخد واحده انا عندي 3 هنا ليها اخت تحت ليها اخت اهي يبقى من الاتنين دول ناخد واحده طيب وبعدين ال2 دي ليها اخت لا يبقى تنزل لوحدها ننزلها كده لوحدها طيب ال3 دي ليها اخت فوق لا تنزل لوحدها برضو طيب وال5 دي ليها اخت تحت لا ننزلها برضو لوحدها يبقى انا عندي هنا اللوست كومن مالتيبل عباره عن ايه نعمل لدول كلهم تايمز ولما نيجي نعمل تايمز يا اولاد ننقي النمبرز اللي تدينا 10 او 100 يعني انا عندي هنا 2 وعندي هنا 5 ما نقولش 2 تايمز 3 ايكوال 6 و3 تايمز 5 ايكوال 15 هيبقى 6 تايمز 15 تبقى صعبه امال نعمل ايه دايما لو شفتوا مجموعه نمبرز كتيره ننقي النمبرز اللي تديني 10 الاول يبقى ناخد 2 الاول تايمز 5 تديني 10 يبقى عندي 3 تايمز 3 اللي هي بكام اللي هي ب 9 يبقى 10 تايمز 9 ايكوال كام ايكوال 90 يبقى اللوست كومون مالتيبل از ايه از
ال 90. يلا ناخد واحده كمان. هنا عايزين ال 36 مع ال 24. ادي ال 36 وادي ال 24. ال 36 ديفيزبل باي 2، انا عرفت منين؟ اولها ايفن يبقى نبدا بال 2. تقول لي يا مستر دي كبيره اعمل ايه؟ اقول لك اعمل ديفيجن. احنا درسنا الديفيجن عشان نعرف نتعامل مع الحاجات دي، واحنا درسناها ليه؟ طب اعمل ازاي ديفيجن؟ هوريزونتالي نبدا من الليفت، الديجيت اللي على الليفت 3، نقول كده 3 ديفايد 2. لما نقسم ال 3 على 2 كل واحد من ال 2 ياخد كام؟ ياخد 1. ال 3 فيها كام 2؟ فيها 1، ويتبقى كام الريميندر عندي؟ يتبقى 1، نحطه هنا. يبقى 16 ديفايد 2 يديني 8. ال 18 في تيبل 2 يبقى ديفيزبل باي 2 يديني كام؟ يديني 9. خلاص ال 9 اصبحت اود، يبقى مش هينفع يتعمل لها ديفيجن باي 2. اخش على البرايم اللي بعد ال 2، مين هو؟ ال 3. هل ال 9 ديفيزبل باي 3؟ اه ديفيزبل باي 3 يديني كام؟ يديني 3. اول ما يطلع لي هنا برايم نعمل ديفايد 3 يديني 1، او ديفايد اتسلف، البرايم ديفايد اتسلف يديني 1. يبقى انا عندي ال 36 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 3. يبقى 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز ايه؟ ال 3. يلا ال 24 دي في تيبل 2 اصلا. 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 12. وال 12 ديفايد 2 يديني 6. وال 6 ديفايد 2 يديني 3. وال 3 ديفايد اتسلف يديني 1. يبقى عندي ال 24 عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز ايه؟ 3. يلا نشوف هنتعامل معاها ازاي. من كل اثنين ناخد واحده، يعني ال2 ديت وال2 ديت ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحده. وال2 دي وال2 دي ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحده. وال3 دي متكرره هنا وهنا، ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحده. ايه اللي عندي تاني؟ ال3 دي لوحدها ملهاش اخت، تنزل لوحدها. وال2 ديت لوحدها برضو، يبقى ننزلها لوحدها. لما نيجي نجيب اللوست كومون مالتيبل نعمل ايه؟ نعمل لهم كلهم تايمز. لما نشوف ال2 متكرره 3 تايمز ناخد ال3 دول، ناخدهم مع بعض الاول كلهم نعمل لهم تايمز، يدوني كام؟ يدوني ال8. وبعد كده عندي 3 تايمز 3 يديني 9، هما الاثنين يدوني كام؟ 72. يبقى اللوست كومون مالتيبل از ال72. يلا اللي بعديها. 12 divided 2 يديني 6، divided 2 يديني 3، divided 3 يديني 1. عملنا فاكتورايزيشن لل 12 وطلعنا كل البرايم فاكتورز اللي جواها. عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز ال 2 تايمز ال 3. امال ال 9 عباره عن ايه؟ ال 9 divided 3 يديني 3، divided 3 يديني 1. متكونه من 3 تايمز 3. طب يلا نشوف ال 18 متكونه من ايه من البرايم فاكتورز. نعمل ديفايدد 2 يديني 9، ديفايدد 3 يديني 3، ديفايدد 3 يديني 1. يبقى ال 18 البرايم فاكتورز اللي جواها 2 تايمز 3 تايمز ايه؟ 3. يلا نشوف هنختارهم ازاي. انا عندي ال 3، ال 2 مش متكرره هنا لكن متكرر 3. ناخد واحده من هنا وواحده من هنا وواحده من هنا، دول كده ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحدة. نيجي نبص على ال2 دي ملهاش اخت هنا لكن ليها اخت هنا، يبقى ناخد دي مع دي وناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحدة. مين اللي متبقي معايا؟ متبقي هنا 2 وهنا 3 وهنا 3. ال2 دي ملهاش اخت لكن ال3 متكررة، يبقى ال3 ديت وال3 ديت هما الاثنين ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحدة. طب نعمل ايه بقى في ال2 ديت؟ دي كده ناخدها بره كده لوحديها، تمام؟ يبقى كل لما يكون في حاجه عندي مشتركه اخد منها واحده واللي يتبقى ينزل لوحده. يبقى عشان نجيب اللوست كومن مالتيبل نعمل ايه بعد كده؟ نعمل 2 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 2. 2 تايمز 3 يديني 6 و2 تايمز 3 يديني 6، يبقى 6 تايمز 6 which is 30 كام؟ 36. يبقى اللوست كومن مالتيبل لل 3 نمبرز دول از 36. اللي ما فهمش كويس يرجع يعيد الحته تاني، وكده كده برضو هنحل ايه؟ هنحل اتنين كمان عليهم. اللي بعد كده عايزين ال 6 وال 9 وال 8.
نجيب لهم الليست كومن مالتيبل او اللوست كومن مالتيبل. الاثنين واحد، لو قلنا ليست كومن مالتيبل او لوست كومن مالتيبل الاثنين واحد. طيب ال6 عندي عباره عن ايه؟ ديفايدد 2 يديني 3، ديفايدد 3 يديني ال1. طب وال9 ديفايدد 3 يديني 3، ديفايدد 3 يديني 1. طب وال8 ديفايدد 2 يديني 4، ديفايدد 2 يديني 2، ديفايدد 2 يديني ال1. يبقى مين هم البرايم فاكتورز بتوع ال6؟ 2 تايمز 3. ومين البرايم فاكتورز اللي بيكونوا ال9؟ 3 تايمز 3. ومين البرايم فاكتورز اللي بيكونوا ال8؟ 2 تايمز 2 تايمز 2. يلا مع بعضينا واحده واحده، من كل حاجه مشتركه ناخد واحده واللي بقى ينزل لوحده. يعني احنا شايفين هنا 2 اهي، ناخد لها اخت من تحت كده وهما الاثنين دول ننزل منهم واحده. ايه كمان؟ ال3 دي ليها اخت اهي، يبقى هما الاثنين ناخد منهم واحده. نلاقي ايه بعد كده؟ ال3 دي لوحدها ننزلها لوحدها، وال2 دي لوحدها تنزل، وال2 دي لوحدها تنزل. تمام؟ يبقى المشترك ناخد منه واحده واللي يبقى ينزل. نعمل لدول كلهم تايمز يديني اللوست كومن مالتيبل. زي ما اتفقنا كل 3 من النمبر 2 يدوني 8، يعني 2 تايمز 2 تايمز 2 يدوني 8 تايمز. عندي 3 تايمز 3 يديني 9، يبقى 8 تايمز 9 ايكوال 70 ايه؟ 72. يبقى اللوست كومن مالتيبل ال 6 وال 9 وال 8 از 72. يلا اللي بعديها نيجي نشوف ال 4 ديفايدد 2 يديني 2، ديفايدد 2 يديني 1. سهل قوي، يعني ال 4 عباره عن 2 تايمز ال 2 12، ديفايدد 2 يديني 6، ديفايدد 2 يديني 3، ديفايدد 3 يديني 1. يبقى ال 12 متكونه من 2 تايمز ال 2 تايمز ال 3. يجي بعد كده ال 15 ديفايدد 3 يديني 5، ديفايدد 5 يديني ايه؟ يديني 1. يبقى ال 15 عباره عن 3 تايمز ال ايه؟ تايمز ال 5. يلا نشوف الحاجات الكومن. ال 2 عندي اهي، ناخدها مع ال 2 دي. اوعى حد يقول لي اخد 2 دي مع ال 2 دي، لا احنا عايزين من النمبرز وبعضها، ماليش دعوه بدي ودي خالص. يبقى ال 2 دي اخدها مع ال 2 دي، والاثنين دول اخد منهم واحده. وعندي هنا 2 كمان اهي مع ال 2 ديت، واخد منهم ايه؟ واخد منهم واحده. طيب ال 3 دي ليها اخت هنا اهي، يبقى ال 3 ديت وال 3 ديت الاثنين دول ناخد منهم واحده. مين اللي يبقى معايا؟ يبقى معايا ال 5 دي ننزلها. يبقى عشان اجيب اللوست كومن مالتيبل اعمل دول كلهم تايمز. وزي ما اتفقنا لو شفنا 2 و5 ناخدهم الاول، يعني 2 تايمز 5 يديني 10، وعندي 2 تايمز 3 يديني 6، يبقى 10 تايمز ال 6 عباره عن ايه؟ عباره عن 60. يبقى اللوست كومن مالتيبل للمجموعه دي از ال 60. يلا نشوف بعد كده. بيقول لي رايت المالتيبلز فور ذا نمبر 3 اب تو 63. هي طويله شويه، يعني عايزين نكتب ال 3 نكررها لحد ما نوصل لل 63. يلا نبدا من الاول. 0 وبعد ال 0 3 وبعد ال 3 6 then 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36. لحد هنا دول مين؟ ده تيبل 3. طب نعمل ايه بعد كده؟ نزود بقى 3. يعني ال 36 ازود عليها 3 تبقى 39، ازود عليها انذر 3 تبقى 42، نزود 3 كمان تبقى 45. اعمل سكيب كاونتنج باي 3. 48 51 54 57 60 63. انه بيقول لي up to،
لو قال لي between مش هاخد ال 63، لكن لو قال لي up to يبقى اوصل لحد ال 63 واقف. ايه تاني؟ بيقول لي عايز المالتيبلز للنمبر 7 up to 63 برضو. خدها من الاول 0 7 14 21 بنكتب تيبل 7 28 35. التيبل يا اولاد مهم جدا جدا، اللي مش هيحفظ التيبل هيتعب قوي في اليونت دي. 42 49 56 68 63. عايز ايه بعد كده؟ بيقول لي all the common multiples for the number 3 و 7 up to 63، اللي هم مين؟ الزيرو. بص بعينينا بقى، هنلاقي عندي ال 21. الشاطر يقول لي يا مستر ما تدورش، طالما لقيت كومون ليهم امشي بالمالتيبل بتاعه. يعني ال 21 المالتيبل بتاعها كام؟ يعني زود على ال 21 انذر 21 تديك كام؟ 42. يبقى انا بسرعه اقدر اوصل، حط لي على ال 42 21 توصلك لل 63، يبقى اكيد ده كمان برضو ايه؟ ده مالتيبل. لان احنا اتفقنا ان الكومون مالتيبلز بتبقى تكرار لنمبر واحد اللي هو اول مالتيبل جبته مشترك. اول مالتيبل اجيبه مشترك ابتدي اكرره اوصل لبقيه الكومون مالتيبلز. يبقى مين هم الاول كومون مالتيبلز؟ 0 21 42 and 63. طيب يجي السؤال المهم بقى، عايز اللوست كومون مالتيبل فور ذا نمبرز 3 و 7. واحد يقول لي يا مستر انا هاخد الزيرو، اقول له لا اوعى، الزيرو احنا بنحطه ككومون مالتيبل لكن ما بنختاروش ابدا لوست كومون مالتيبل. امال ناخد مين اللي بعده على طول؟ يبقى اللوست كومون مالتيبل از 21. اكسرسايز 4 بيقول لي رايت ذا مالتيبلز فور ذا نمبر 2 اب تو 30. يعني هنعمل المالتيبلز او التكرارات بتاعت ال2 لحد ما نوصل للسيرش. يلا مع بعضينا، 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. طبعا سهلة، تيبل 2 26 28 then 30. طيب المالتيبلز فور 3 اب تو 30، يبقى 0 3 6 9 12 15 18 91 94 97 then 30. المالتيبلز فور 5 اب تو 30، يبقى 0 5 10 15 20 30. بعد كده عايز all the common multiples for the numbers 2 3 and 5 up to 30. اتفقنا مع بعضينا ان الزيرو ده لازم يكون ايه؟ common. نيجي ندور بعد كده مش هنلاقي غير ال 30. طيب لو انا جيت قلت لك بقى عايزين commons بعد كده تعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان اول مالتيبل ده بيتكرر، يعني ال 3 numbers دول لو انا جبت ان اول مالتيبل من بعد الزيرو ال 30، كل الكومون مالتيبلز ليهم تبقى تكرارات ال 30. يعني اللي بعد كده يبقى 60، واللي بعد كده يبقى ايه؟ يبقى 90، واللي بعد كده هيبقى 100 and ايه؟ and 20. يبقى هنا 0 and 30. مين هنا بقى اللوست كومون مالتيبل؟ ما بناخدش الزيرو، ناخد اللي بعده على طول. يبقى اللوست كومون مالتيبل از ال 30. اللي بعد كده put correct for the correct statement wrong for an incorrect one. The least common multiple لل 6 and ال 15 is 60. نشوف ال 6 عندي 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 then 60.
نيجي نبص على 15 0 15 30 ال30 عندي طلعت هنا اهي، في 30 هنا اهي وفي 30 هنا اهي، يبقى اول كومن مالتيبل طلع معايا ال30 مش ال60، يبقى الاستيتمنت دي رونج. يلا اللي بعد كده الليست كومن مالتيبل لل3 وال7 14، ناخد بالنا ال3 برايم وال7 برايم واي تو نمبرز برايم، اي تو نمبرز برايم اللوست كومن مالتيبل ليهم بيكوال البرايم تايمز البرايم. يعني ال3 وال7 اللوست كومن مالتيبل ليهم هيبقى 3 تايمز 7 ايكوال 21، مش هيطلع 14 خالص، يبقى دي كده غلط. يلا اللوست كومن مالتيبل لل6 وال9 وال21 از 96، هنا لازم نعملها بالفاكتورايزيشن، ناخدهم كده اهو، ادي ال6 ديفايدد 2 يديني 3 ديفايدد 3 يديني 1 وال9 ديفايدد 3 يديني 3 ديفايدد 3 يديني 1 وال21 divided 3 يديني 7 divided 7 يديني ال1. يبقى ال6 عندي عبارة عن 2 times 3، ال9 عندي عبارة عن 3 times 3 وال21 عبارة عن 3 times 7. مين اللي كومن ما بين الثلاثة؟ ال3 عندي اهي واهي واهي، ناخد منها ايه؟ ناخد منهم كده واحدة. نيجي نبص بعد كده بقى ال2 دي ملهاش اخت تنزل، وال3 دي ملهاش اخت تنزل برضو، وال7 دي ملهاش اخت تنزل برضو. 3 تايمز 3 يديني 9 و2 تايمز 7 14، يعني 14 تايمز 9، 9 تايمز 4 36، ادي هنا ال6 وهنكاري اب 3، 9 تايمز 1 9 ومعانا 3 يبقى 12. يبقى اللوست كومن مالتيبل ليهم از 126، يبقى الاستيتمنت دي ايه؟ غلط. يلا اللي بعديها عايز اللوست كومن مالتيبل لل4 وال6 وال9. ال4 عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 2، وال6 عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 3، وال9 عندي عباره عن 3 تايمز ايه؟ 3. ال2 هنا موجوده هنا وموجوده هنا، ناخد منهم هما الاثنين ايه؟ واحده. ال3 دي وال3 دي موجوده هنا وهنا، ناخد منهم واحده. ال3 دي ملهاش اخت تنزل، وال2 دي لوحدها تنزل، يبقى 2 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 2، 2 تايمز 3 ب 6 و 3 تايمز 2 انذر 6 يديني كام؟ 36. يبقى الاجابه دي ايه؟ 32 غلط. هنا بيقول لي all common multiples of 3 and 4 is also a multiple of 12. الكلام ده مظبوط ليه؟ لان انا عندي 3 لما نيجي نكررها 0 3 6 9 12 15 and so on. ال 4 0 4 8 12 and so on. نلاقي مين اول common multiple طلع معايا؟ مين اول multiple مشترك؟ 12. واحنا اتفقنا ان الباقي هيجي من تكرارات ال 12، يعني المالتيبل اللي بعد كده اللي هيبقى common هيبقى 24، واللي بعد كده اللي هيبقى common هيبقى 36، ودول multiple لمين؟ لل 12. يبقى الاستيتمنت دي مظبوطه كوريكت. اللي بعد كده النمبر 15 از ا كومن مالتيبل فور بوست 2 3 اند 5، ينفع ال15 تبقى مالتيبل لل2؟ مستحيل، هي لل3 وال5 ماشي، لكن ال2 ما ينفعش، لان كل المالتيبلز اوف 2 لازم تكون ايفن، وال15 عندي اود، يبقى دي غلط. نيجي هنا all the multiples of 20 are greater than or equal to 20، ناخد بالنا من كلمة all. ليه؟ هي فعلا المالتيبلز بتاعت ال 20 لازم تكون greater than or equal to 20، بس في مالتيبل عندي في الأول اسمه الزيرو. أنا عندي الزيرو ال 20
ال 40 وقال لي هنا اور ايكوال عشان اي نمبر مالتيبل فروم اتسلف ولازم الباقي يبقى اكبر منه. لكن بسبب وجود الزيرو مش هينفع نقول ان كل المالتيبلز يبقى الزيرو ده يخلي الاستيتمنت غلط. طب ناخد بالنا امتى تكون الاستيتمنت دي صح؟ لو قلنا كده المالتيبلز اوف ال 20 ار جريتر ذان اور ايكوال تو 20 وحاطين هنا قلنا ايه اكسبت الزيرو ما عدا الايه؟ ما عدا الزيرو. في هذه الحاله اقول على دي ايه؟ اقول على دي صح. يلا اللي بعد كده there are no common multiples of 7 and 9. طبعا مستحيل ما فيش الكلام ده. اي تو نمبرز لازم الاقي لهم كومن مالتيبل يبقى دي غلط. اللي بعد كده all the multiples of 100 are 3 digit numbers. انا عندي 100 200 300 400 هنوصل لحد الايه؟ ال 1000 وال 1000 4 digits يبقى دي كده غلط. يلا اللي بعديها any whole number is a multiple of 1 صح؟ وقلنا دي ناخد بالنا منها عشان بتتكرر في الامتحانات كتير. اي نمبر في الدنيا multiple of 1. يلا اللي بعد كده الليست كومن مالتيبل لل 3 وال 6 از ايه؟ احنا قلنا طالما عندي تو نمبرز واحد فيهم ديفيزبل باي الثاني يبقى الليست كومن مالتيبل الكبير يبقى هنا الايه؟ ال 6. اللوست كومن مالتيبل لل 6 وال 10 عباره عن ايه؟ نشوفهم. طبعا 15 لا مش لازم نعملها، احنا ممكن نبص على الاختيارات ونشوف مين اللي ايه اللي هيمشي معايا. 15 مش هينفع عشان ال 10 المالتيبلز بتاعتها لازم تكون اولها 0. طب انا عندي ال 30 وال 60، نبص على ال 30 لان هي الاقل. لو ديفيزبل باي ال 10 وديفيزبل باي ال 6 اختارها على طول. فعلا ال 30 ديفيزبل باي 10 وال 6 يبقى نختارها على طول. هتقول لي نبص على ال 60 يا مستر، طب ما حتى لو ال 60 طلعت انا بختار ايه؟ اللوست او الليست كومن مالتيبل، فهختار طبعا ال 30. يلا اللوست كومن مالتيبل ال 5 وال 9 اند ال 6. نبص على اقل واحد فيهم ال 45 ما يشتغلش معايا لان مش ديفيزبل باي ايه؟ ال 6. لكن ال 90 فعلا ديفيزبل باي 6 و 9 و 5. نيجي هنا 12 و 16 و 32. هنا بدل ما نعملها نبص على الاختيارات ونشوف مين فيهم اللي ديفيزبل. اولا ال 24 ليس زاد ال 32 فعلى طول هقول انه ما ينفعش. 48 مش ديفيزبل باي ال 32 يبقى اكيد ايه؟ 96. اكسرسايز 7 بيقول لي الكومون فاكتور فور اول ذا هول نمبرز از ايه؟ خد بالك فاكتور نوت مالتيبل. في الدرس بتاع الفاكتورز كان الكومون فاكتور از ايه؟ از 1. طيب الكومون مالتيبل فور اول ذا هول نمبرز از ايه؟ مين بقى الكومون مالتيبل اللي كل النمبرز بتبدا من عنده؟ الزيرو. اللي بعديها if the common factor of two numbers is 12 يبقى two numbers may be ايه؟ ناخد بالنا بيقول لي common factor مش multiple. ده الدرس اللي فات. يعني ايه common multiple 12؟ يعني نختار مثلا 12 times 2 يديني كام؟ يديني 24. وناخد حاجه ثانيه 12 times 3 يديني كام؟ يديني 36. يبقى انا كده اتاكدت ان الايه؟ الكومون فاكتور عندي ايه؟ 12. يبقى ممكن نقول 24 وايه؟ و 36. اللي بعديها الكومون مالتيبل لتو نمبرز از 28 يبقى تو نمبرز مي بي ايه؟ ناخد بالنا ان لو عندي تو نمبرز والكبير ديفيزبل باي الصغير ممكن اقول على طول الكبير ده الكومون مالتيبل. يعني مثلا ال 28 ديفيزبل باي ايه؟ باي ال 4. يبقى ممكن اقول 4 و 28. وال28 برضه ديفيزبل باي 7 يبقى ممكن اقول 7 و 28 ال 28 دي كومن مالتيبل. طب ايه كمان؟ ممكن اقول ال4 وال7. ال4 وال7 الكومن مالتيبل بتاعهم برضه هيطلع 28. يلا اللي بعد كده فايند اول كومن مالتيبلز بتوين 50 و 100 فور ذيس نمبرز. هنا لازم نعمل سكيب كاونتنج بقى. عايزين اول مالتيبل ل 3 من بعد ال 50 نعمل ايه؟ طب نجيبها ازاي؟ هل ال 50 ديفيزبل باي 3؟ نصام الديجيت 5 بلس 0 يديني 5. يبقى اكيد ال 51 مالتيبل ل 3. ليه؟ عشان الديجيتس بتاعته لما نيجي نعمل لها صام يطلع 6 وال 6 في تيبل 3. طب امشي ازاي؟ نعمل سكيب كاونتنج باي 3.
يبقى نزود 3 على 51 تبقى 54، نزود 3 57، وبعد كده نزود 3 تبقى 60 63 66 69 72 75، وبعد ال 75 78 81 84 87 90 93 96 وبعد كده 98 ال 102 هيبقى اكبر من ال 100. طب بالنسبه لل 5 هو بيقول لي between، يعني ما ينفعش اخد ال 50، يبقى نبدا بمين؟ ب 55 وبعد كده 60 بعد كده 65 then 70 75 80 85 90 95، وما ناخدش يا اولاد ال 100 عشان بيقول لي between، between يعني مش هناخد ده ومش هناخد ده، اللي ما بينهم. طب يلا نجيب الكومونز. لازم الكومونز عشان تبقى ل 5 لازم تبدا ب 0 يا 5. يبقى بص عندي هنا في ال 3 واشوف مين اللي بيبدا ب 0 يا 5. عندي هنا 60، عندي 75، عندي 90. وزي ما انتم شايفين يا اولاد ان انا عندي المالتيبلز بزود ايه؟ بنزود 15. بين ال 75 وال 60 زودنا 15، يبقى زود هنا برضو 15 اوصل للمالتيبل هنا. لو عايز بعد ال 100 نزود انذر 15 يطلع 105. يبقى انا عندي برضو ال 60 اهي وال 75 والايه وال 90. يبقى الكومون مالتيبلز ار 60 75 اند ال 90. يلا اللي بعد كده، عايزين المالتيبلز لل 4 وال 6 ما بين ال 50 وال 100. انا عايز اجيب اول واحد، المشكله في اول واحد. هل ال 50 ديفيزبل باي 4؟ هو تيبل 4 وقف فين؟ تيبل 4 وقف عند 48 اللي هي 4 تايمز 12. نكاونت 4 بعد ال 48 نوصل ل 52. يبقى ال 52 اول حاجه ديفيزبل باي 4 او مالتيبل لل 4 بعد ال 50. يلا نسكيب كاونتنج باي 4. 56 64 68 72 76 80 84 88 92 96. ما ناخدش بقى ال 100 لان هو قال لي ايه؟ between، فما ناخدش ال 100. يلا ال 6، تيبل 6 مين اول حاجه بعد ال 50؟ 54. وبعد كده عندي ايه؟ بعد ال 54 عندي 60، بعد كده 66، بعد كده 72. احنا ممكن نعمل هنا ايه بقى يا اولاد؟ احنا هنا شفنا ال 60 اهو كومن، وشفنا ال 72 ايه؟ كومن. الفرق ما بينهم كام؟ 12، وهنا برضو 12. يبقى اللي بعد كده هنكاونت 12 اهو، هيبقى ده، واللي بعد كده هيبقى ده. يعني ممكن من غير ما اكتب دول اقول كده على طول الكومون مالتيبلز ار 60 72 84 اند 96. ليه؟ لان انا عرفت ان الكومون مالتيبلز عباره عن المالتيبل بتاع ال 12. يلا اللي بعد كده 2 و7 و8، نجيبها ازاي؟ طب احنا ممكن نجيبها برضو بالطريقه دي بتاعت الفاكتورايزيشن. ال2 عندي بتيكوال كام؟ بتيكوال 2، وال7 عندي بتيكوال كام؟ بتيكوال 7، وال8 عندي بتيكوال كام؟ 2 تايمز ال2 تايمز ال2. ال2 ديت مع ال2 ديت ناخد منهم هما الاثنين ايه؟ واحده، وال2 دي تنزل، وال2 دي تنزل، وال7 دي تنزل. طالما عندي 3 من ال2 يبقى كلهم 8، 2 تايمز 2 تايمز 2 يديني 8. يبقى انا عندي 8 تايمز 7 ايكوال كام؟ ايكوال 56. وانا عارف دايما يا اولاد ان الكومون مالتيبل الاولاني خالص 0، يبقى اللي بعديه كام؟ 56.
يبقى الكومن مالتيبلز دول هو المالتيبل بتاع ال 56. يبقى اللي بعديه كام؟ نزود 56 يديني ايه؟ 112. واحنا بندور على مين؟ على الكومن مالت ما بين ال 50 وال 100. يبقى على طول باين قدامي ان هو مين؟ ان هو ال 56. يبقى هنا الكومن مالتيبل از ال 56. يبقى هنا لو كنا مشينا بالمالتيبلز اوف 2 هتبقى طويله هي وال 7. يبقى احنا نفكر، لان انا عارف طالما طلعته اعرف اللي بعده بكام على طول. تعالوا نشوف لو هنجيب الكومون مالتيبلز لل 3 وال 5 بالطريقه الثانيه. لما جينا شرحنا ال 2 وال 7 وال 8 جبنا الليست كومون مالتيبل وبعد كده كررناه، التكرار بتاعه هو الكومون مالتيبلز ليهم. يبقى بدل ما اكتب كل المالتيبلز بالسكيب كاونتنج، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي ال 3 عباره عن ايه؟ ده برايم، يعني هو 3. البرايم فاكتورز بتاعته ال 3، وال 5 هي الايه؟ هي ال 5. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد واحده من ال 3، هناخد ال 3 واخد ال 5. يبقى الليست كومن مالتيبل از ايه؟ از 15. نعمل ايه بقى؟ ال 15 ده انا عارف ان هو على طول اللي بعد الزيرو، لان اول كومن مالتيبل عندي زيرو، اللي بعديه بيبقى الليست كومن مالتيبل. هات بقى اللي بعديه نزود 15. لما اجي ازود 15 تديني 30، ازود 15 تديني 45، نزود 15 تديني 60، another 1575، وبعد كده يديني كام؟ يديني 90، وبعد كده يديني كام؟ 100 and ايه؟ and 5. هو هنا عايز الكومون مالتيبلز ما بين ال 50 وال 100. يبقى مين ومين؟ ال 60 وال 7 والايه؟ وال 90. يبقى الطريقه دي برضو انا ممكن استعملها، بس لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه. طيب ما بين ال 4 وال 6، ال 4 عندي عباره عن ايه؟ ال 4 عندي عباره عن 2 تايمز 2، وال6 عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 3. ال2 عندي مشتركه هنا، ناخد منها ايه؟ ناخد منها واحده، وال2 دي تنزل وال3 تنزل. يبقى عندي تايمز 2 تايمز ايه؟ 3. يديني كام؟ يديني 12. يبقى طالما الليست كومن مالتيبل از 12، يبقى بقيه الكومن مالتيبلز ما هي الا تكرارات لل12. تكرارات لمين؟ لل12. نكرر الليست كومن مالتيبل هنا 36 كده 48، واللي بعده يبقى 60، اللي بعده 72، بعد كده 84، بعد كده 96، وبعد كده 100 and ايه؟ and 8. مين بقى اللي احنا عايزينهم اللي هم بين ال 50 وال 100؟ هيبقى ال 60 72 84 96. يبقى انت عندك الطريقتين، ممكن تمشي بالسكيب كاونتنج لو انت مش عارف تمشي بالطريقه دي، وممكن تجيب الليست كومن مالتيبل وبعد كده اجيب المالتيبلز بتوع الليست كومن مالتيبل يطلع لي بقيه المالتيبلز كله. اكسرسايز 9 بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا نمبرز ال 8 وال 18 تو زير برايم فاكتورز، وبعد كده عايز الليست كومن مالتيبل. طبعا مساله سهله، نجيب ال 8 الاول. ال 8 ديفايدد 2 بيديني 4، ديفايدد 2 بيديني 2، ديفايدد 2 بيديني 1. طبعا سهله، والحاجات دي بقى انا عايز كده من ايه؟ لما تعملوها كتير تحفظوها. بعد كده ناخد ال 18، ال 18 ديفايدد 2 يديني 9. اول ما نوصل لل 9 خليكم حافظين يا اولاد، ال 9 ديفايدد 3 يديني 3، ديفايدد 3 يديني 1. يبقى هم دول البرايم فاكتورز بتوع ال 8 ودول البرايم فاكتورز بتوع ال 18. يعني ال 8 عندي هتيكوال معانا 2 تايمز 2 تايمز 2، وال 18 عباره عن 2 تايمز 3 تايمز ايه؟ 3. مين الكومن عندنا؟ انا عندي هنا ال 2 مع ال 2، ناخد منهم هما الاثنين ايه؟ ناخد منهم واحده. نلاحظ ايه بقى؟ دي مالهاش اخت ودي مالهاش اخت، والاثنين دول بردك مالهمش كومنز، يعني هننزل الاثنين دول وهننزل الاثنين دول. يبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 3 اللي هو هيدينا كام؟ 2 تايمز 2 تايمز 2 ب 8. يبقى انا عندي 8 تايمز 3 تايمز 3 ب 9. يبقى 8 تايمز 9 ايكوال كام؟ ايكوال 72. يبقى اللوست كومن مالتيبل عندي لل 8 وال 18 كام؟ 72. طب افرض قال لك بقى انا عايز الكومن مالتيبلز،
بتاعت ال 8 وال 18 هو احنا مش جبنا اللوست يعني لو طلب الكومون مالتيبلز 4 ال 8 وال 18 نعمل ايه؟ ال 72 نبتدي بقى ايه نكررها التكرارات بتاعتها هي تبقى الكومون مالتيبل. يلا اللي بعد كده عايز الليست كومون مالتيبل فور ذا نمبرز 5 تايمز 7 تايمز 13 و2 تايمز 5 تايمز 11. طب ناخد بالنا يا اولاد مش دول كلهم برايم نمبرز ودول برايم نمبرز؟ خلاص انا ما يهمنيش اعرف هم مين، يعني انا عندي هنا حاجه نمبر هي ايكوال 5 تايمز 7 تايمز 13 والتاني عندي ايكوال كام 2 تايمز 5 تايمز 11. مين الكومون؟ ال5 عندي كومون وال5 هنا كومون، ناخد منها ايه؟ ناخد منها واحده. بعد كده مفيش حاجه مشتركه، يبقى ال2 تنزل وننزل ال7 وننزل ال13 وننزل ال11، يبقى ده تايمز ده كله تايمز بعض كده. اتعلمنا ان احنا لما نيجي نعمل تايمز ونلاقي 2 و 5 ناخدهم مع بعض، يبقى ناخد ال 2 وال 5 يدوني 10 واخد ال 10 مع ال 13 تديني 113، يبقى معايا 7 تايمز 11 اللي هي 77. ونيجي هنا في الدرافت نعمل 113 تايمز 77، 7 تايمز 0 يديني 0، 7 تايمز 3 21 1 and we have to as a reminder. و7 times 1 is 7 و2 يبقى 9. ودي زيها بالظبط، ما ننساش الزيرو هنا، يبقى 0 1 9. يبقى هنا 0 1 0 and ايه؟ and 10. يبقى الحل بتاعنا ايه؟ يبقى the lowest common multiple is 10,000 and ايه؟ and 10. طب اللي بعد كده؟ زي اللي فوق بالظبط، انا عندي نمبر عندي بي ايكوال 2 تايمز 3 تايمز 5 تايمز 7 والتاني عندي بي ايكوال كام 3 تايمز 3 تايمز مين 7. مين الكومون؟ عندي ال 3 هنا مع ال 3 ناخد منهم واحده، وعندي ال 7 وال 7 ناخد منهم واحده. نعمل ايه بعد كده؟ ننزل ال 2 وننزل ال 3 وننزل ال 5، يبقى هننزل هنا 2 تايمز 3 وننزل مين؟ وننزل ال 5. اتفقنا ناخد ال 2 وال 5 يدوني 10، يبقى انا عندي 10، 3 تايمز 3 9 وعندي هنا ايه؟ 7، يبقى هتيكوال معانا 10 تايمز 63 اللي هي هتيكوال معانا كام؟ 600 اند ايه؟ اند 30. نيجي نشوف اكسرسايز 12، بيقول لي تو نمبرز البرايم فاكتورز بتاع الفيرست 2 و 3 و 5 و 7 والبرايم فاكتورز للسكند 3 و 5 و 11. عايزين نجيب للتو نمبرز دول ال HCF الهايست كومن فاكتور واللوست كومن مالتيبل. سهلة جميلة، يلا نعملها مع بعض. هنا أول نمبر مش لازم أعرف هو مين، 2 تايمز 3 تايمز ال 5 تايمز 7 والتاني 3 نخليهم جنب بعض تحت بعض كده عشان ناخدهم مع بعض على طول، وانا عندي هنا ال 5 وال 11 نخليها في البعيد. نيجي نشوف مين الكومون عندي، انا عندي ال 3 هنا كومون ناخد منها واحده، ال 5 عندي برضو كومون ناخد منها واحده. خلاص طالما خدنا كل الكومونز اقدر اجيب الهايست كومون فاكتور، هيبقى كام؟ هيبقى 3 تايمز ال 5 اللي هو كام؟ اللي هو 15. طب عايزين نجيب اللوست كومون مالتيبل نعمل ايه؟ هناخد نفس النمبرز دي بس هننزل عليها ال 2، هيبقى 2 تايمز 3 تايمز 5 وننزل ال 7 وننزل برضو ال 11 اللي هي هتيكوال كام؟ 2 تايمز 5 يديني 10 تايمز 3 30، يبقى 30 تايمز 77. ننزل الزيرو على الرايت وبعد كده نعمل 3 تايمز 7 21 1 اند وي هاف 2 از ريمايندر، و 3 تايمز 7 21 بلس 2 يبقى 23.
يبقى انا عندي الليست كومون مالتيبل او اللوست كومون مالتيبل عباره عن 2300 and 10. يلا اللي بعد كده نفس الكلام، اديني تو نمبرز البرايم فاكتورز للفيرست ديت وللسكند ديت، وعايز الهايست كومون فاكتور والليست كومون مالتيبل. اول واحده عندي عباره عن 2 × 2 × 5 × 5، اوكي، والسكند عندي عباره عن 2 × 2 × 5 × 7. مين عندي المشترك؟ ال 2 وال 2 ناخد منهم واحده، وال 2 وال 2 ناخد منهم واحده، وال 5 وال 5 ناخد منهم ايه؟ واحده. طالما قدرت اخد الكومونز ده يديني مين؟ الهايست كومون فاكتور. يبقى الهايست كومون فاكتور عباره عن 2 × 2 × 5. 2 × 5 يديني 10 × 2 يديني 20. يلا نجيب اللوست كومون مالتيبل، هناخد نفس ال 2 ديت تايمز ال 2 اللي جنبها تايمز ال 5، ننزل ال 5 دي وننزل ال 7، هيبقى تايمز ال 5 تايمز الايه؟ ال 7 اللي هي هتديني 20 × 35. الزيرو طبعا ننزله على الموست رايت، وبعد كده نعمل 2 × 35 اللي هي 70، يبقى 7 ايه؟ يبقى 700. يبقى اللوست كومون مالتيبل ايكوال كام؟ 700. Exercise 14 بيقول لي for each group of numbers write some multiples of each number and find some common multiples of them. طيب احنا عايزنا نجيب شوية multiples ال 4 وشوية multiples ال 8 ونجيب ال common multiples، وبعد كده نجيب ال lowest common multiple. نيجي نكتب كم multiples لل 4. عندي الزيرو، عندي ال 4 8 12 16 20 and so on. طيب المالتيبلز اوف ال 8 ار مين هم؟ 0 8 16 24 32 40 and so on. طيب عايز بعد كده ايه؟ نشوف الكومون مالتيبلز. مين عندي الكومون مالتيبلز؟ عندي الزيرو، عندي الايت، عندي السكستين، عندي الفورتي تو. طبعا هتطلع معايا هنا 42. يبقى واضح جدا زي ما انتم شايفين ان المالتيبلز اوف 8 كلها مالتيبلز اوف 4، وده ليه؟ علشان الايت ديفيزبل باي الايه؟ باي الفور. وكنا احنا قلنا طالما عندي تو نمبرز والجريتر نمبر از ديفيزبل باي السمولست نمبر، يبقى على طول اللوست كومون مالتيبل از ال 8 اللي هو الكبير على طول. يلا نشوف اللي بعد كده. ال 8 وال 20 مين هم المالتيبلز اوف 8؟ 0 8 16 24 32 40 48 and so on. المالتيبلز اوف 20 0 20 40 60 80 and so on. مين هم الكومونز؟ عندي الزيرو، عندي ال 40. يبقى انا همشي عن طريق ال 40. يبقى السم مالتيبلز عشان اجيب المالتيبل اللي بعد كده ازود انذر 40 يوصلني لحد الايه؟ ال 80. والكومون مالتيبل اللي بعديه هيبقى 100 and ايه؟ and 20. طب اللوست كومون مالتيبل از ايه؟ از ال 40 اللي هو ده اقل واحد فيهم. يلا اللي بعد كده. طبعا انا سايب حبه حاجات دي ليكم هتعملوها انتوا هوم ورك بقى. طيب نعمل سم مالتيبلز لل 27، هو عايزنا نكتبهم، يبقى احنا مضطرين نكتبهم بالطريقه بتاعت السكيب كاونتنج. يبقى انا عندي اول حاجه 0 27 نزود على 27 يديني 54، نزود على 54 27 7 بلس 4 يديني 11 1 اند وي هاف 1 2 بلس 5 يديني 7 بلس 1 يديني 8. وبعد كده نزود على ال 81 27 برضه 7 بلس 1 يديني 8 و 2 بلس 8 يديني 10. نزود على 108 27 7 بلس 8 يديني 5 اند وي هاف 1 از ريمايندر 2 بلس 0 يديني 2 بلس 1 يديني 3 وننزل ايه 1 اند سو اون.
ال 9 0 9 18 عندي 27 36 45 54 and so on. ال 18 0 18 36 بعد ال 36 54 and so on. يبقى مين هم الكومون مالتيبلز؟ طبعا الزيرو ده اساسي، وعندي ال 54 هنا 54 هنا 54 هنا 50 ايه 54. هو عايزنا نكتب اكتر من كومون مالتيبلز. انا عرفت هنا ان اللوست كومون مالتيبل 54، يبقى اللي بعديه كام؟ 54 ازود عليها انظر 54 يعني المالتيبل اللي بعده يديني 108. ازود على 108 54 يديني كام؟ 8 بلس 4 يديني 2 and we have 1 as a remainder. هنا 5 بلس 1 is 6 بلس 0 يديني 6 عندي 1 and ايه and so on. يبقى احنا كده عرفنا نجيب الكومون مالتيبلز، اجيب اللوست كومون مالتيبل وايه واكرر. يبقى هنا اللوست كومون مالتيبل از 54. نيجي اللي بعد كده، يلا نجيب شويه مالتيبلز لل 48 0 48 نقاد 48 over 48 يديني 96، نزود عليها 48 8 plus 6 equal 14 4 and we have 1 10 plus 4 14 نزود عليها another 48 8 plus 4 يديني 2 and we have 1 4 plus 4 8 plus 1 9 and إيه and so on. يلا 24 0 24 48 بعد كده 4 بلس 8 يديني 2 and we have 1 1 بلس 4 is 5 بلس 2 يديني 7 وبعد كده 96 and so on. 12 0 12 24 36 48 60 72 and so on. مين الكومون مالتيبلز؟ 0 وعندي بعدها على طول 48 وعندي هنلاقي ال 96 هنا وهنا، ولو زودنا هنا هنلاقي ان انا عندي 84 زين 96 and so on. يبقى هنلاقي برضو ال 96 معايا. يبقى زي ما انتم شايفين الكومون مالتيبلز دي عبارة عن مالتيبلز لل 48. يبقى الكومون مالتيبلز فور ال 48 وال 24 and ال 12 مالها ار مالتيبلز فور ذا لوست كومون مالتيبل which is اللي هو مين؟ ال 48. فهمت يا ولاد؟ يبقى احنا بنجيب اللوست كومون مالتيبل اكرره يديني كل الكومون مالتيبلز اللي عندي بين النمبرز وبعضها. اكسرسايز 15 بيقول لي for each group of the following numbers use the prime factorization of each number to find the LCM. اول واحده ال 3 وال 5. طبعا دي مش مستاهله ان احنا نعملها لان اصلا ال 3 ده برايم وال 5 برايم. يعني ايه يا مستر؟ يعني هيبقى كده ال 3 divided 3 يديني 1 وال 5 divided 5 يديني 1. يعني معنى كده ان اي 2 برايم عشان اجيب اللوست كومن مالتيبل هقول على طول البرايم ده تايمز البرايم ده. تمام، طالما الاثنين برايم يبقى ده تايمز ده على طول يبقى يديني ايه 50. اللي بعد كده ال 8 وال 12. ال 8 طبعا حافظينها divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1. طب ال 12 divided 2 يديني 6 وال 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني ال 1. يبقى انا عندي ال 8 عباره عن ايه؟ ال 8 عندي عباره عن 2 times 2 times 2 وال 12 عباره عن 2 times 2 times 3. مين الكومونز؟ ال 2 عندي هنا وهنا ناخد منها واحده، والتو دي برضك مشتركة ناخد منها واحدة. الاتنين دول ملهمش كومون يبقى هننزل دي وهننزل دي. يبقى كده ده تايمز ده تايمز ده 2 تايمز 2 تايمز 2 زي ما اتفقنا يديني 8 يبقى 8 تايمز 3
يديني كام؟ يديني 24. يبقى على طول ال lowest common multiple is 24. انا سايب لكم حبة حاجات تعملوها homework. يلا اللي بعد كده ال 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1 16 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1. يبقى انا عندي ال 12 عندي عبارة عن 2 times 2 times 3 دول البرايم فاكتورز بتوع 12. 16 البرايم فاكتورز بتوعها 2 times 2 times 2 times 2 هنا دي ودي كومون ناخد منهم واحدة ودي ودي الاثنين مشتركين ناخد منهم واحدة. الثري دي مش موجود ليها حاجة ننزلها ودي ودي ينزلوا. اوعى حد يقول لي الاثنين دول ناخد منهم واحدة، لا دول لنفس النمبر. 2 تايمز 2 تايمز 2 يديني 8 3 تايمز 2 يديني 6 يبقى يديني 48. يبقى اللوست كومون مالتيبل از 48. يلا اللي بعد كده 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1 42 divided 2 يديني 21. ما ينفعش اعمل divided 2 عشان اولها اود، بنعمل divided 3 يديني 7 divided 7 يديني ال 1. طيب 60 divided 2 يديني 30 divided 2 يديني 15. خلاص 15 مش هينفع اعمل divided 2 بس موجوده في تيبل 3 يبقى divided 3 يديني 5 divided 5 يديني ال 1. نكتب ال 12 2 times 2 times 3. نكتب ال 42 2 times عندي 3 نخليها هنا جنب اختها times 7 ال 60 2 times 2 times 3 تايمز الايه؟ ال 5. مين الكومون؟ ال 2 دي عندي كوم ناخد منها واحدة وال 3 دي كوم ناخد منها ايه؟ ناخد منها واحدة. ال 2 دي موجود منها اخت هنا، يبقى ناخد منهم واحدة. محدش يقول لي هننزل ال 2 دي وننزل دي، لا دي في منها اثنين ناخد منها واحدة. وال 5 ننزلها وال 7 ننزلها. وزي ما اتفقنا ال 2 وال 5 يبقوا 10. يبقى هت equal معايا 2 times 3 يديني 6 2 times 5 يديني 10 وعندي 7 تنسل اللي هي هت equal 80. 6 times 7 42 times 10 اللي هي 420. يعني the lowest common multiple is 420. Exercise 16 عايز ال HCF و LCM of each of the following groups of numbers. طبعا سهلة هنحلها بطريقة البرايم فاكتورايزيشن ونجيب الاتنين مع بعض. ادي 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1 ال 14 divided 2 يديني 7 divided 7 يديني 1. يبقى انا عندي 12 عبارة عن 2 times 2 times 3 وال 14 عبارة عن 2 خلي ال 7 في البعيد كده عشان ننزلها لوحدها. مين الكومون عندي؟ الكومون عندي 2 بناخد منها واحده وتبقى على طول الهايست كومون فاكتور ايكوال كام؟ ايكوال 2 عشان ما فيش غيرها. طب والباقي انزله، انزل ال 2 وانزل ال 3 وانزل ال 7 ويبقى هم دول الهايست كومون فاكتور اللي هي هتيكوال ايه؟ 2 تايمز 2 4 تايمز 3 12 تايمز 7 يبقى 84. يبقى اللوست كومن مالتيبل بكام؟ ب 84. يلا اللي بعديها 24 و36. ادي 24 ديفايدد 2 يديني 12 ديفايدد 2 يديني 6 ديفايدد 2 يديني 3 ديفايدد 3 يديني 1. طيب well 36 divided 2 يديني 18 divided 2 يديني 9 divided 3 يديني 3 divided 3 يديني 1.
يبقى انا عندي 24 بتيكوال معايا 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3 وال 36 ايكوال معايا 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 3. الكومون عندي هنا ال 2 مع ال 2 ناخد منها واحده، وعندي ال 2 دي وال 2 دي ناخد منها واحده، وعندي ال 3 وال 3 ناخد منها ايه؟ واحده. يبقى 2 تايمز 2 يديني 4 تايمز 3 يديني 12. يبقى انا عندي الهايست كومون فاكتور ايكوال كام؟ ايكوال 12. طيب ننزل ال 2 وننزل ال 3 عشان نجيب مين؟ اللوست كومون مالتيبل. يبقى انا عندي 12 تايمز 6 يبقى اللوست كومون مالتيبل ايكوال كام؟ 12 تايمز 6 اللي هي 72. نيجي اللي بعد كده. طبعا انا سايب حاجات تعملوها هوم ورك. يلا نشوف ال 36 divided 2 يديني 18 divided 2 يديني 9 divided 3 يديني 3 divided 3 يديني 1. ال 40 divided 2 يديني 20 divided 2 يديني 10 divided 2 يديني 5 divided 5 يديني 1. 56 divided 2 5 divided 2 يديني 2 and we have 1 as a remainder. 16 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 14 divided 2 يديني 7 divided 7 يديني ال 1. يبقى انا عندي 36 equal معانا 2 times 2 times 3 times 3 وال 40 عندي عباره عن 2 times 2 times 2 times 5 وال 56 عباره عن 2 times 2 times 2 times 7. يلا عندي ال 2 وال 2 وال 2 دول كلهم كومون ناخد واحده، وال 2 وال 2 وال 2 دول كلهم كومون ناخد برضو واحده، مفيش كومونز تاني خالص. يبقى انا عندي ال highest common factor equal كام؟ equal 4. نيجي نشوف ال lowest common multiple ال 2 ديت وال 2 ديت ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحده. ال 3 وال 3 ننزلهم يبقى تايمز 3 تايمز 3 وال 5 ننزلها وال 7 ننزلها. 2 تايمز 2 تايمز 2 يديني 8 3 تايمز 3 يديني 9 5 تايمز 7 يديني 35 و 8 تايمز 9 ايكوال 72. يبقى 72 تايمز 30 ايه؟ 35. نعملها في الدرافت 72 times 35. 5 times 2 0 and we have 1. 5 times 7 35 1 36. Don't forget 0. 3 times 2 يديني 6. 3 times 7 21. هنا 0 2 and we have 1. 1 plus 3 is 4 plus 1 is 5 وال 2 ايه؟ وال 2 10. يبقى انا عندي the lowest common multiple is 2000 520. يلا اللي بعد كده. ادي 16 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1 24 divided 2 يديني 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1. ادي 40 divided 2 يديني 20 divided 2 يديني 10 divided 2 يديني 5 divided 5 يديني ال 1. يبقى انا عندي ال 16 عباره عن 2 times 2 times 2 times 2. ال 24 عباره عن 2 times 2 times 2 times 3 وال 40 عندي عباره عن 2 times 2 times 2 times 5. دي ودي ودي كومون ناخد منهم واحدة، وال2 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 ناخد منهم واحدة، وال2 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 ناخد منهم ايه؟ واحدة. يبقى انا عندي ال highest common factor equal كام؟ 2 times 2 times 2 يديني 8. طيب ال2 وال3 وال5 هينزلوا، يبقى انا عندي هنا 2 times 3 يديني 6 times 5 يديني 30.
يبقى انا عندي الليست كومن مالتيبل عباره عن 8 تايمز 30. يبقى انا عندي الليست كومن مالتيبل عباره عن 8 تايمز 30. لما نيجي نعمل ملتيبيكيشن وعندي 0 بنحط 0 على الموست رايت، يبقى 8 تايمز 3 24. يبقى اللوست كومن مالتيبل از 240. نيجي نشوف اكسرسايز 17، بيقول لي عندي 2 نمبرز وان اوف ذيم از 12 وذير هايست كومن فاكتور از 2 and their lowest common multiple is 60. عايز الاصغر نمبر. انا كان عندي قاعده مهمه جدا في الليسون بتقول لي الاتي، اي برودكت لتو نمبرز هيساوي ايه؟ هيساوي الهايست كومن فاكتور بتاعهم تايمز اللوست كومن مالتيبل بتاعهم. يعني اول حاجه اعمل ايه؟ اعمل الهايست كومن فاكتور تايمز اللوست كومن مالتيبل، يعني الهايست common factor times the lowest common multiple equal كام؟ عندي 2 times 60 equal 120. ده معناه ان ال 2 numbers عندي حاجة وحاجة، ال product بتاعهم 120. يعني ال 120 ده هي equal 12 times ال other number. تمام؟ يبقى الأزر نمبر إز إيه؟ يبقى نعمل ده ديفايدد ده، يبقى الأزر نمبر هي إيكوال معانا 120 ديفايدد 12، يديني كام؟ يديني التن. يلا اللي بعد كده هنطبق نفس القاعدة، عايزين نجيب الفيرست نمبر ومديني الهايست كومن فاكتور والليست كومن مالتي. طيب نعمل لهم تايمز، نقول كده 5 تايمز 200 يديني كام؟ 2 زيروز دول ينزلوا على الموست رايت، 2 تايمز 5 يديني 10. المفروض بقى ال 1000 دي هتساوي ايه؟ هتساوي الفيرست نمبر تايمز مين؟ السكند اللي هو ال 40. نجيبها ازاي؟ نقول 1000 ديفايدد ايه؟ ال 40. يبقى الفيرست نمبر هي equal 1000 divided الـ إيه؟ الـ 40. لما نيجي نعمل division وفي عندي zeros، الزيرو ده كده يروح مع الزيرو ده. طبعًا إحنا عارفين إن الـ 4 times 25 equal 100، يبقى الـ 100 divided 4 يبقى 25. يبقى الـ first هنا is 25. نيجي نشوف التانية. أول حاجة أعمل إيه؟ أعمل الاتنين دول times. أقول 8 times الـ 48 equal كام؟ دي أول واحدة. دي تاني واحدة. 8 times 8 64 يبقى 4 and we have 6. 8 times 4 32 ومعانا 6 يبقى 38. ده بيكوال ايه بقى؟ ال first number times مين؟ times 16. يبقى انا عايز اجيب ال first number يبقى هيكوال معانا 384 divided 16. نعملها ازاي؟ لونج ديفيجن على طول. يلا نعمل تيبل 16. 1 times 16 equal 16. 2 times 16 equal 32. 3 times 16 equal 48. ال 38 موجودة فين؟ هنبدأ كده الأول، 38 divided 16 موجودة هنا. يبقى ناخد ال 32 نحطها تحت، وناخد ال 2 نحطها فوق، ونعمل ماينس. 8 minus 2 يديني 6. 3 minus 3 يديني 0 وما بتكتبش 0 على الليفت. وننزل مين؟ ال 4. تبقى 64، لو عملنا 4 times 16 هيديني 64. يبقى ال 64 موجوده، جت منين؟ جت من ال 4. يبقى انا عندي هنا ادي 64، نعمل ماينس يديني 0 0. يبقى معنى كده لما اجي اعمل لهم ديفيجن هيديني 24. يبقى نكتب في التيبل بتاعنا هنا 24. يلا ثالث واحد، 4 تايمز 60 ايكوال كام؟ 240. 240 دي هتيكوال ال 20 times the second number.
يبقى السكند نمبر ده هي ايكوال ايه؟ 240 ديفايدد ال 20. لما يكون عندي ديفيجن وعندي زيروز، الزيروز تروح مع بعضها. يبقى انا عندي هنا 24 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 12. يبقى هنا نكتب ال 12. اكسرسايز 19 بيقول لي رايت 4 كومون مالتيبلز لل 6 وال 9. نعمل ايه؟ نجيب اول واحد بس وبعد كده اجيب المالتيبلز بتوعه. نجيبه ازاي اول واحد؟ انا عارف ان ال 6 بتيكوال كام؟ ال 6 عندي بتيكوال 2 تايمز 3 وال 9 عندي ايكوال كام؟ 3 تايمز 3. الكومون عندي ال 3 ناخد واحد وننزل ال 2 وننزل مين؟ ال 3. يبقى 2 تايمز 3 تايمز 3 ده يديني اللوست كومون مالتيبل اللي هو كام؟ اللي هو هيبقى 2 تايمز 9 يديني 18. ممكن طبعا نكتب الزيرو، يبقى اول مالتيبل عندي الزيرو واللي بعديه كام؟ ال 18. نكرر بقى ال 18، 18 بلس 18 يديني 36، نزود كمان 18 يديني 54. يبقى انا كده كتبت ال 4 كومن مالتيبلز من البدايه. ممكن لو عايزين نزود تاني نزود، بس هو عايز 4 بس. طب نيجي اللي بعديها ونحلها بنفس الطريقه. عايز 3 كومن مالتيبلز ل 2 7 و 10. ال 2 ده برايم يتساب زي ما هو، وال 7 برضه برايم. طب ال 10 عباره عن ايه؟ ال 10 عباره عن 2 تايمز 5. يبقى انا لو عندي هنا 2 equal 2 وال7 هي هي ال7 وال10 عباره عن 2 تايمز 5، يبقى اللوست كومن مالتيبل ايه؟ ال2 ديت وال2 ديت تاخد منهم واحده تبقى 2. ننزل ال7 وننزل ال5، 2 تايمز 5 10 تايمز 7 يديني ايه؟ يديني 70. يبقى انا كده عرفت ان اللوست كومن مالتيبل ال70. يبقى مين هم ال3 كومن مالتيبلز؟ نبدا بالزيرو وبعديهم اللوست كومن مالتيبل، وبعد كده اكرر اللوست كومن مالتيبل يديني الكومن مالتيبلز للنمبرز دي. يبقى 140 210 280 and so on. يلا اللي بعديها. A 3 digit number which is common multiple of 5 and 8. عايز كومن مالتيبلز ال 5 and 8. اولا ال 5 برايم، يعني ال 5 هي هي ال 5، وال8 عندي عباره عن 2 تايمز 2 تايمز 2 يبقى لازم هيتكرروا كلهم. يبقى هننزل ال5 يبقى تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي ال40. يبقى اول حاجه عندي مين؟ الزيرو، وبعد كده ال40. يلا نكرر اللوست كومن مالتيبل، يبقى 80 وبعد كده 120 and so on. هو عايز 3 ديجيت نمبر which is common multiple. يبقى احنا قدرنا نوصل لمين؟ يبقى هنا ذا 3 digit number is 120. وممكن طبعا نطلع حاجات كتير. طيب ال greatest multiple of 10 which is formed from 3 digits. ال multiples of 10 اتفقنا اولها ايه؟ اولها لازم يكون 0، اليونت سبليس يكون فيها 0. طب انا عايز greatest 3 digits، يبقى نحط ايه زي ما احنا اتعودنا عشان نكتب greatest number؟ يبقى نحط 9 and 9 يبقى 990. اللي بعديها all the multiples of 4 less than 60 which have not the digit 4، اللي ما يكونش فيها الايه؟ ال 4. طب ممكن نكتبهم. انا عندي 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56. طب مش نكتب ال 6 عشان بيقول ليه زين الايه؟ ال 6. هو عايز ايه؟ عايز نكتب كل المالتيبلز اللي ما فيهاش ديجيت 4. يبقى ذا انسر از 0 ال 8 12 16 20 28. مش هاخد ال 24 عشان فيها 4. 32 36، مش هاخد كل دول، 52 and 56. يلا اللي بعد كده ال least multiple of 10. طالما multiple of 10 يبقى لازم يكون اليونتس في الديجيت في 0 which is formed from 5 digits.
يبقى انا بكون smallest number و 5 digits يبقى نحط 1 1 2 3 يبقى انا كده كونت ال 5 digits وحطيت اولها ايه 0 عشان تبقى multiple of 10. يلا اللي بعد كده ال common multiples of 1705 which less than 300. اولا يا اولاد ال 5 برايم وال 17 برايم يبقى ال lowest common multiple على طول هيبقى 5 times 17 اللي هي 5 times 7 35 5 and we have 3 1 times 5 is 5 plus 3 ديني 8 يبقى أول common multiple اللي هو ال lowest 85. طب احنا عايزينهم كلهم بقى يبقى 0 85 نزود 85 على 85 تديني 170 نزود كمان 85 5 plus 0 يديني 5 8 plus 7 يديني 5 and we have 1 يبقى عندي هنا 2. طبعا لما هنزود هنعدي 300 يبقى هم دول بس. problem 20 بيقول لي if you know that the lowest common multiple اللي هو ال LCM for two numbers is 24 what are the two numbers يبقى هم ايه. احنا قلنا حاجة مهمة قوي ان انا لو عندي two numbers والكبير multiple للصغير يبقى على طول الكبير common multiple. يعني مثلا خد ال 24 وخد حاجة معاها صغيرة تكون ايه؟ تكون ال 24 divisible by 8 يعني ناخد مثلا ال 6 خد ال 24 مع ال 8 خد ال 24 مع ال 12 كل دول يمشوا. لو شفت ال 6 وال 24 وعايزين نجيب لهم lowest common multiple هيطلع على طول ال 24 عشان هي divisible على ال 6 وكذلك ال 24 وال 8 لان ال 24 divisible over 8 وكذلك ال 24 وال 12 ممكن ناخد 24 وال 2 يعني ممكن ال 24 و any factor of ال 24 except ما عدا مين ال 1 and ال 24 يبقى ممكن نختار مين مين التو نمبرز يبقى ذا تو نمبرز ار سيكس اند 24 وممكن طبعا نختار ال 8 وال 24 اند سو اون. تعالوا نشوف اللي بعد كده مساله السيك اند انسر. بيقول لي مروه ووترز وان اوف هير بلانتس افري 4 دايز. مروة بتسقي عندها حبة أزهار بتسقيهم كل أربعة أيام and another planet every 6 days يعني بتسقي حبة كل أربعة أيام وحبة كل 6 أيام. if she waters both planets today هي سقتهم النهاردة when is the next time both planets will be watered on the same day هتسقيهم هما الاتنين مع بعض إمتى. أنا عندي مجموعتين من الزرع سقتهم هما الاتنين النهاردة حبة منهم هسقيهم بعد أربعة أيام وحب هسقيهم بعد 6 ايام يبقى مش هيبقوا مع بعض. هاجي بعد كده بتوع الاربع ايام هسقيهم بعد اربع ايام تاني وبتوع السته بعد 6 ايام. فهي عايزين نعرف امتى هنسقي الاثنين مع بعض. اكنه بيسالك بالظبط what is the lowest common multiple for ال4 and ال6 يعني تكرار ال4 وال6 هيتلاقوا فين؟ هقدر اشوفهم مع بعض فين؟ يبقى انا عندي اول حاجه ال4 وال6 المالتيبلز اوف 4 اللي هي 0 4 8 12 اند 16 والمالتيبلز اوف ال6 0 6 12 18 اند سو اون وهنا اند سو اون. طبعا لقينا التكرار فين؟ عند 12. يبقى لما يجي يسألني when is the next time يبقى هنقول the next time will be after 12 days from the first time she watered
their plants. يعني بعد 12 يوم من اول مره هي سقت الايه الزرع مع بعض. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي if the lowest common multiple of two numbers is 36 والهايست كومن فاكتور از 3 what could be these numbers. احنا عارفين ان اللوست كومن مالتيبل تايمز الهايست كومن فاكتور ايكوال ذا برودكت of the two numbers. يبقى انا اللي بدور عليهم المفروض ان يطلع البرودكت بتاعهم ده تايمز ده. يبقى انا عندي 36 تايمز 3 هي ايكوال كام؟ 6 تايمز 3 18 8 اند وي هاف 1 3 تايمز 3 يديني 9 و1 يديني 10. يبقى انا لو جبت اي تو نمبرز البرودكت بتاعهم 108 هينفعوا معايا في المساله دي. بس لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان لازم الكبير يبقى less than or equal 36. يبقى هنا the greater must be less than or equal 36. ليه؟ لان لو عالي عن 36 مش هنقدر نقول ان lowest common multiple 36. امال نختار ايه؟ 36 وحاجه ايه وحاجه معاه. يعني ممكن 36 و 3. يعني these numbers could be these numbers could be ال 36 ومعاها ال 3 لان ال 36 divisible by 3. ممكن ناخد ايه كمان؟ ال 36 عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا 4 تايمز 9. يبقى ناخد اكنها 9 والفور عامل لها تايمز في 3 تبقى 12. وناخد بالنا ما يكونش هنا الهايست كومن فاكتور يديني ايه؟ يديني مور ذان 3. لو قلنا مثلا 36 ايكوال 6 تايمز 6 هيبقى انا عندي 6 و18. ما ينفعش اخد ابدا ال 6 وال 18 لان ال 18 ديفيزبل باي 6 هيتحول اللوست كومن مالتيبل لل 18. يبقى ناخد اي تو نمبرز البرودكت بتاعهم 108 وما يكونش واحد فيهم ديفيزبل باي الثاني. يبقى هم دول المجموعه اللي ممكن ايه اللي ممكن نجيبها. طيب نيجي بعد كده نشوف بيقول لي if the lowest common multiple of two numbers is 18 والهايست كومن فاكتور 3 what are the possible numbers. زي اللي فوق بالظبط. يبقى انا عندي البرودكت of two numbers is 18 times 3. 8 times 3 24 4 and we have 2 1 times 3 3 و 2 عندنا يبقى اديني 5. لازم اختار 2 numbers ما ينفعش ابدا الكبير يعدي ال 18. يعني ال 18 ده اكبرهم. طب في الاول ممكن اختار مين؟ ممكن اختار على طول ال 18 وال 3. اول مجموعه ممكن اختار ال 18 والايه وال 3. الهايست كومن فاكتور 3 والايه واللوست كوم مالتيبل 18. مين كمان؟ طيب واحد ممكن يقول لي يا مستر طب ما احنا ممكن ناخد ال 27 وال 2 الاثنين دول البرودكت بتاعهم 54. اقول له خد بالك ما ينفعش اصلا نختار فاكتور اقل من الهايست كوم فاكتور. يبقى ما ينفعش اخد دول خالص. تمام؟ طيب المفروض ديفيزبل باي 3. يعني ممكن ال 54 نقول عليها 9 وكام؟ 9 and 6. ال 9 وال 6 الاثنين دول المفروض ان هم لما اجي اعمل لهم برودكت يديني 54. وما ينفعش ال 9 يحصل لها ديفيجن اوفر الايه؟ ال 6 عشان ما تتاخدش هي لوست كومن مالتيبل. ويبقى هم دول التو بوسيبل نمبرز بتوعنا. عرفنا ليه ما خدناش ال 27 مع ال 2؟ عشان ال 2 اقل من الهايست كومن فاكتور. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا اخر درس في اليونت. اليونت دي مهمه جدا جدا. اللي هيفهم اليونت دي كويس هيبقى شاطر جدا في الماثيماتكس. يعتبر اول اليونتس المهمه اللي عندك. يا ريت ناكد على حفظنا للتيبل. واللي مش فاهم اي درس من اليونت دي لازم يذاكره تاني ويفهمه كويس قوي. وبالتوفيق ان شاء الله.